ازاي؟ مرحبا بكم في هذه الحصه اليوم اللي غنكملوا فيها verb to have. المره فاتت شفنا affirmative، شفنا ملي كنهضروا عليه بايجابيه. دابا غادي نشوفوا negative وغادي نشوفوا question. ولكن شنو قلت لكم محتاجين؟ قلت لكم محتاجين هذاك البطل ديال واحد لو verb سميتو verb to do، يعني انا افعل هذا الشيء. مثلا I do my homework، يعني انا اقوم بواجباتي. I do افعل شيء، اوكي. وقلنا باننا كنحتاجوه بزاف باش نطرحوا السؤال ونطرحوا الجواب. كيساعدنا في السؤال باش نطرحوا سؤال ونطرحوا ونعطيو نعطيو النيجاتيف، يعني نعطيو النفي الجمله، كننفيوها، كنقولوا لا ما كاينش هذا الشيء، ما درتش هذا الشيء، ما خديتش هذا الشيء، اوكي. So the helping verb is verb to do. How a verb to do? A helping verb. Hello, verb to do. Hello. What is your mission? شنو هي المهمة ديالك؟ Well, my mission is to help you have negative sentences and questions to make them. Oh, thank you very much. مهمة ديالو هي عاوننا باش نديرو negatives، نديرو النفي ونديرو السؤال. شكرا بزاف حيت جيتي تعاوننا اليوم في هاد الحصة هادي. The helping verb، الفعل المساعد، كنشكرك بزاف. ايوا عقلي على الخير، عقلوا على الخير ديالي، ما تساونيش انا verb to do مهم بزاف، تحتاجوني بزاف. صافي كون هاني حنايا على الراس والعين، ويلاه نبداو ونحاول نصرفوك انت بعدا، نشوفو كي كتصرف مع البرونونس، اوكي. سو نقراو بعدا التاريخ كالعاده. Monday May 18th 2020. ايوا نشوفو verb to have. شفنا المره الفايته هانتوما كنديروه كيعاوننا نقولو we have something، عندنا شي حاجه، العلاقات الاسريه family relationship، يعبر عن المرض sickness، اكل او شرب eat or drink something بعجاله. دابا غنشوفو verb to do في ال present simple. present simple، I'm sorry. مهم غادي نشوفوه، غادي نصرفوه مع I أو you، كتبقى do. I do، you do، هادي في الأفيرماتيف مني كنقولو الحاجة آه، yes أفيرماتيف. مني كنهضرو على النيجاتيف no، كنديرو do not، بحال I am not، you are not، عقلتو عليها، بحال هكذا كنديرو not do not. ولا كنديرو short form، يعني كنختصرو الصيغة وكنديرو don't، كنحيدو هاد او، vowel o، وي the apostrophe represents the absent o، okay do not or don't. هادي مع i او يو. دابا مع هي او شي او ات كنديرو does. هاد واخا عندنا او اي هنايا، كي كتشوفو هنايا تي هاد او اي، هادي كامله كتقرا بحال ا، does does he does she does، اوكي. هادي في الافيرماتيف. وفي النيجاتيف does not، does not، ولا doesn't، doesn't، اوكي. كنديرو ديك شورت فورم. هادو بالنسبه للسينجولار، هادو سينجولير، سينجولار يعني مفرد. بالنسبه للجمع وي يو و ذي، عندنا دو في الافيرماتيف ملي كنهضروا على الحاجه بايجابيه، وفي النيجاتيف وي هاف دو نوت ولا don't، يعني بحالها بحال I أو you. I أو you، we you they، كنستعملو معاهم do do not don't أو لا don't. don't هي do not، أوكي. كتغير لنا فقط مع هي و she و it، أوكي. هي و she و it هي كنهضرو على شي شخص مفرد، كريم، حكيمة، ليلى، the teacher، the dog، the cat، the rabbit، the table، طابلة، العطاب، the table، كنهضرو على شي حاجة مفردة، اوكي. so هذا هو verb to do مصرف دابا في النيجاتيف و في البوزيتيف، اوكي. هنا في الباست ديالو سهل، do كتولي did و don't كتولي didn't ولا did not، ولا كتبقى هاد did هنايا كنزيدو عليها هنايا not بحال اللي عندنا هنايا did not. I did not do my homework،
ما درتش الهومورك ديالي، الواجبات ديالي. وهنا ديد راه كيخدم اكسلري، يعني غير فعل مساعد، ولكن كنحتاجو معاه ضروري الفعل اللي معتمدين عليه. بحال دابا مثلا اي مثلا غنهضر على الباست، I didn't eat my breakfast، ولا I didn't have my breakfast. يعني زدت حدا الverb، المين verb، يعني لو verb اللي أساسي. أوكي، هاد لو verb كنستعملو غير باش نديرو نعبرو على النفي الجملة، ولا نطرحو شي سؤال. دابا غادي نشوفو مع verb to have، غادي نشوفو نيجاتيف. في النيجاتيف شنو كنديرو؟ كنديرو I don't، كنديرو النيجاتيف ديال do. I don't have، you don't have. Okay، you don't have. He she it doesn't have، she doesn't have her book، ما عندهاش كتابها. Okay، he doesn't have a cat، ما عندوش قطة. You or they or we كنديرو معهم don't have، don't. دونك كلهم don't إلا هي أو شي أو إت اللي كنديرو معها doesn't، هي بالحمر باينة واضحة. أوكي، سو هنايا كنعبرو على no. هنا دابا غنشوفو question. في لا question شنو كنديرو؟ هداك verb to do كنبداو به لا question، دائما كنحطو هو الأول كنبداو به، وحداه كنديرو pronouns. أوكي، وعاد كنديرو verb ديالنا. هنا الى لاحظتوا لو فيرب كيولي في الانفينيتيف ديالو، ما كنديروش مثلا مع هي ولا شي او ايت، ما كنديروش هاز، ولكن في الافيرماتيف كنديرو هاز. هنا علاش ما كنديروش هاز، كنديرو افيرماتيف، كنديرو يعني الانفينيتيف، لان عندنا فيرب تو دو مصرف، ها هو صرفناه بدلناه، ما يمكنش نبدلو فيرب تو دو وغنبدلو فيرب تو هاف. دائما ملي كيكون عندنا لو فيرب معاه الاكسلوري، الاكسلوري هو اللي كيتبدل، اما لو فيرب اللي هو معتمدين عليه في ديك الجمله كيبقى في الانفينيتيف. سوري، كيبقى في الانفينيتيف. يعني بحال حتى هنا في النيجاتيف، شوفوا شنو صرفنا، صرفنا فيرب تو دو، هو اللي صرفناه، هو اللي حولناه هنا، ولكن هاف الى لاحظتوا بقى في الانفينيتيف ديالو، ما قصناه، ما قربنا له، ما درنا له حتى حاجه، خليناه كيف ما هو في النيجاتيف او في الكويستشن. اما في الافيرماتيف ملي كنهضروا على الجمله بايجابيه، تماك فين كنبدلوا، راه كاين في الفيديو الاول اللي قبل من هذا. سو اوكي، سو دو اي هاف ا كلاس، واش عندي شي قسم؟ دو يو هاف ا كات، عندك شي قطه؟ داز هي هاف ا كار، واش عنده طوموبيل؟ داز هي هاف ا كار. Does she have a daughter؟ واش عندها بنيته؟ Do we have English؟ واش عندنا اليوم لونجلي؟ Do we have English؟ Do they have Arabic؟ واش عندهم العربية؟ Okay، so غادي نشوفو هنايا كيفاش غادي هنا واحد الجملة مثال. We don't have a daughter، ما عندناش بنيته. We don't have a daughter، وهنا في السؤال Does she have a cat؟ واش عندها قطة؟ في الجواب شنو غنقولو؟ Yes she does، كنجاوبو غير بهذا الاكسلوري، هو اللي بدينا به السؤال، هو اللي كيبقى لنا في الاخر الجواب. اوكي، Does she have a cat؟ Yes she does. Does she have a cat؟ الا بغينا نقولو no غنقولو no she doesn't، كنعطيو النفي no she doesn't. المهم الاكسلوري اللي كنبداو به السؤال هو اللي كنكملو، اللي كنديرو في الجواب في الاخر ديالو، كنبداو به السؤال وكنحطو في الاخر ديال الجواب. مفهوم؟ هادي راه ساهل. verb to do. دابا غنشوفوه في الباست. في الباست مثلا كنقولو did she have a car، واش كانت عندها طوموبيل؟ yes she did، ولا no she didn't. اوكي، هنايا بالنسبه للباست ديد ما عندناش مشكل، كيبقى معاهم كاملين، ما كيتبدلش في هاد الداز، كتبقى كلهم فيهم ديد 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 وهاف هاف 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 هاف، ما كيتبدلوش. اوكي، هادي بالنسبه للباست. اوكي،
So هذا المكان نخلي لكم تمرين في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف، نتمنى تصاوبوه ليا باش نعرف بانكم فهمتوا. راه زعما سهل هذا، الا شديتوا هذا لي فيرب اللي جايين كاملين ان شاء الله غيجيوكم ساهلين. الا شديتوا لي هاد فيرب تو دو شديتوه مزيان وعقلتوا عليه كيفاش كيتصرف، وهاد فيرب تو هاف ان شاء الله التنسز اللي جايين غادي يجيوكم ساهلين، لان كي تيقولوا انجلزه هم مسز ذا بيجينين مسز ذا اند، يعني اللي كتفوتوا اللي كيفوتوا الاول كيفوتوا الاخر، يعني داكشي علاش الانسان ديما بشويه بشويه، وداكشي الاولاني كاع لا باز يشدها مزيان باش داكشي اللي جاي كيجيه ساهل. اوكي عقلوا على هذا المثال، انا نكتبوا لكم هم مسز ذا بيجينين مسز ذا اند. ودابا let's say thank you to verb to do verb to do. شكرا بزاف على الهيلبين، جيتي عتقتينا باش نكونوا سؤال ونكونوا النفي. لا شكرا على واجب، هذا واجب ديالي يا تيتشر. thank you very much. كاكتس قولي لي thank you. thank you for what؟ انتي كنتي ناسة، you were sleeping. اوكي كاكتس. Okay, so guys, that's all for today. Thank you for watching, and in a while, who? Crocodiles! Bye!